حضراتكم من جديد وعودة من جديد وتغطية خاصة هنا من قلب العاصمة القطرية الدوحة لهذا الحدث الاستثنائي بطولة فيفا انتر كونتيننتال ومشاركة تاريخية. هنا الأهلي يصنع التاريخ أمامه تحدي على كأس التحدي أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وبالتالي قناة الأهلي بالتأكيد عشان تكون في قلب الحدث لازم نكون من خلال هذه الأحاديث مع المصادر المسؤولة التي تعمل على مدار ال 24 ساعة بشكل متواصل للتحضير لهذا الحدث الكبير. تواصل مع الاتحاد الدولي فيفا، تواصل مع الأندية المشاركة ريال مدريد، الأهلي، باتشوكا، وأيضا كمان بوتافوجو البرازيلي الذي جاء في اليوم الأول خسر أمام بطل الكونكاكاف بثلاثية نظيفة. معي ومعكم في أول فقرة حوارية في هذه التغطية الخاصة الكابتن والسيد حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي والتسويق للجنة المنظمة المحلية لبطولة فيفا انتر كونتيننتال في أول ظهور إعلامي النهاردة بيخص قناة الأهلي بهذا الظهور ليلة المباراة المرتقبة بين الأهلي وباتشوكا. كابتن حسن، أولا أنا سعيد جدا بوجودك معنا على شاشة قناة الأهلي مع كل جماهير الوطن العربي بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص. أبو محمد، أول شيء مرحبا فيك في الدوحة. أهلا بك، شرفت بلدك ومكانك، ومرحبا بجميع طبعا إخواننا المصريين في مكانهم ومحلهم. إحنا نقول شرف لي كبير أن أتواجد في قناة النادي الأهلي، النادي العريق والكبير اللي ما يحتاج شهادتي أنا شخصيا. الله يخليك. تواجدنا هذا واجب علينا، نتمنى إن شاء الله أن نعطي إضافة ونقدر نجيب على أو نجاوب على أكثر الأسئلة اللي متواجدة عندكم بإذن الله. أولا يمكن تلقيت إيميلات واستفسارات كثيرة للظهور الإعلامي والحديث مع الجماهير العربية وجماهير النادي الأهلي، ولكن استفسارات كثيرة حول هذه البطولة وتنظيمها من خلال الاتحاد الدولي. كيف استعد يعني تم الاستعداد لهذه البطولة وتوقيت إقامة البطولة؟ أكيد طبعا، شوف يعني القنوات المصرية كلها يعني نقول إحنا عينين في رأس، ويمكن بسبب الضغط الكبير في بداية الاستعدادات للبطولة كان صعوبة الحضور وتلبية جميع الطلبات، فنعتذر منهم جميعا. وكان الأول ظهور طبعا إحنا ما نقدر نرد طلب النادي الأهلي وجماهيره، الله يخليك، فكان تواجد معنا أكيد. فالاستعداد بدأ من فترة طويلة مع الأخوان في الاتحاد الدولي للفيفا لتنظيم البطولة، خاصة أنها بطولة تعود بحلة جديدة بنظام جديد. شفنا كؤوس مختلفة وكل مباراة تعتبر هي بطولة بحد ذاتها. شفنا البطولة الأولى والمباراة والكأس الأولى في مصر، نادي الأهلي ونادي العين. صحيح. شفنا بطولة أو الأمريكيتين بين بوتافوجو وباتشوكا، وبكرة عندنا كأس التحدي اللي إن شاء الله الأهلي يكون قد التحدي فيه بإذن الله. وطبعا البطولة وكأس الانتركونتيننتال اللي بيكون إن شاء الله في 18 ديسمبر في ملعب لوسيل ضد نادي ريال مدريد. التنسيق مثل ما قلت أنت بالبداية سيد محمد مع مختلف الجهات وكافة المعنيين، سواء من الجانب الرياضي أو التنظيمي على الأندية المشاركة واستعداداتهم والتجهيزات الخاصة فيهم، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بهم وتلبيتها. الجانب الثاني اللي هو الجانب الإعلامي، الناقل الرسمي والناقلين بشكل عام المختلفين للبطولة، كذلك الإعلاميين المتواجدين معنا سواء في دولة قطر أو القادمين من الخارج أو عن طريق الأندية كذلك المشاركين معنا. والجانب الجماهيري طبعا حدث ولا حرج، والجانب الأكبر والأهم العنصر الجماهيري والاستعدادات الخاصة فيه سواء مباشرة مع الاتحاد الدولي أو الأندية أو مختلف الجهات المشاركة من دولة قطر في عمليات التنظيم. فالحمد لله رب العالمين انطلقت البطولة، وبكرة إن شاء الله عندنا مباراة أيضا أتوقع تكون واحدة من أهم المباريات وأكبرها، خاصة بتواجد القواعد الجماهيرية اللي قاعدين نشوفها المتواجدين معنا. فبإذن الله تكون مباراة ترتفع أو ترقى باسم البطولة وباسم نادي الأهلي الممثل العربي لنا.